لو بتكلم بقى على يعني الجزء بتاع الورك اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده، الورك كنا اتفقنا ان هو عباره عن انتجريشن بتاع اف دي اكس. اوكي، النقطه بقى لو بتكلم على الورك دان باي جاس، اوكي، عندنا طبعا الكونسبت بتاعت الاف اللي هي الفورس اللي ابلايد على جاس دي ما هياش حلوه قوي، ما هي ما بنحبش احنا نستعمل فورسز مع جاسز، دايما بنحب نستعمل بريشر. فاحنا ممكن ان احنا ناخد نفس الكونسبت هو هو، نقول ان الفورس دي عباره عن بريشر تايمز اريا، وناخد اكشوالي الاس والدلتا اكس والدي اكس دي، ونقول ان هما الاثنين مع بعض عباره عن فوليوم، واقول ان بعد كده ان ممكن اتكلم على الدبليو او الشغل بتاعي هو عباره عن انتجريشن بتاع بي دي في، بدل ما كان عندي اف دوت دي اكس لا بقى عندي بي دي في. هنا بقى بتكلم على ان الورك بيبقى عباره عن الاريا اندر ذا بي في كيرف، اندر يعني الاريا اندر البريشر فوليوم كيرف. يعني لو انا عندي الكيرف بتاعي بتاع البريشر فوليوم بالشكل ده، الاريا اندر ذا كيرف لو اتحرك من النقطه دي للنقطه دي يبقى معنى كده الاريا دي هي بتمثل لي الورك دان باي ذا جاس او باي ذا فلويد عموما يعني. اوكي، طبعا بتكلم على جاسز لان طبعا احنا كنا بنتكلم قبل كده على ان البريشر اللي هو بيحصل لنا او التغيير في الفوليوم اللي بيحصل لنا في الفلويدز كومبريسيبيليتي طبعا بتاعتها بتبقى قليله جدا، فيعني بنتكلم دايما على جاسز اولموست انتايرلي في الجزء دوت. كمثال على كده هنتكلم مثلا على اللانجز، بتكلم على ريسبيريشن. ريسبيريشن اللي بيحصل فيه ان انا ببتدي مثلا من عند اكسبيراتوري لانج فوليوم، بيبتدي يحصل لي حاجه زي بيلد اب للفوليوم، يعني الفوليوم بتاعي بيزيد، يعني هنا الفوليوم اهو الفوليوم بتاعي بيبتدي يزيد ومعاه البريشر بيزيد برضو. اوكي، لغايه لما يوصل لاند اكسبيراتوري لانج فوليوم، وبعد كده بيحصل بقى الجزء الثاني دوت اللي هو الجزء بتاع الاكسبيريشن. عشان ارجع تاني نفس النقطه هي افضل الف بقى كده ايه رايح راجع، بيعمل لي الكلام ده بيعمل لي هيستريسيس. اوكي، هيستريسيس لو احنا بصينا كده، لو احنا بنتكلم على بريشر فوليوم كيرف خلينا نبص عليها كده، هنلاقي ان احنا بيسكلي بنتحرك من هنا لهنا وبعد كده بنتحرك من هنا لهنا، فالاريا بتاعت الهيستريسيس دي هي الورك دان في الايه في الريسبيراتوري سايكل بتاعتي. اوكي، نخلي بالنا ان احنا بنتجريت بي دي في مش بنتجريت في دي بي. اوكي، لو احنا بنتجريت في دي بي هنلاقي ان في نيجاتيف ساين هنا، لان احنا لو بتكلم على ان احنا بنتجريت اندر ده يبقى معنى كده الاريا بتاعته هتبقى عباره عن الاريا دي، لو بانتجريت اندر ده هلاقي عباره عن الاريا دي اللي هي الاريا اللي لونها ابيض دي. اوكي، فلما بطرح دي من دي بلاقي عندي ان الهيستريسيس دي بتبقى بوزيتيف هيستريسيس، فمعنى كده بتكلم على ان الورك دان هنا هيبقى بوزيتيف. مثال تاني بقى بالنسبه للهارت، هو هنا بيتكلم على اللي بيحصل دلوقتي في الكاردياك سايكل. بيحصل في الكاردياك سايكل اللي انا بتحرك هنا من بيبقى عندي زيرو بريشر، بيبتدي يحصل فيلنج للفنتريكل، بيتكلم هنا على الفنتريكولار فوليوم فيرسس البريشر بتاعه. اوكي، بيحصل فيلنج، بعد كده بيحصل كونتراكشن للفنتريكل. كونتراكشن للفنتريكل دوت بيخلي يبقى البريشر بيعلى جامد جدا جدا جدا، بس لسه الاورتيك فالف ما بيكونش اوبن. اول لما الاورتيك فالف يبقى اوبن بيبتدي يحصل عندي هنا ان الفنتريكل فوليوم ده بيبتدي يقل، لان انا دلوقتي باخد كل الفلويد اللي موجود عندي وكل الدم اللي موجود عندي في الفنتريكل يبتدي يتضخ بعد كده في جسم الانسان. اوكي، وانس ان انا وصلت للبريشر معين بيبتدي خلاص بعد كده يرجع تاني الايه يعني البريشر ينزل بسرعه قوي، لان خلاص بيحصل بقى يعني بدل ما كان في كونتراكشن بيحصل ريلاكسيشن للمصل ونرجع تاني نفس النقطه اللي ابتدينا عندها. لو احنا برضو بصينا للكلام ده، بصينا على الـ الفورم ده على الهيستريسيس موجوده عندي هنا دي، هلاقي عندي هنا لو انا حسبت البي دي في هلاقي انها نيجاتيف، بس اكشولي احنا هنا بنحسب يعني بنحسب الهيستريسيس دي على فلويد. اوكي، فطبعا الفلويد نفسه مش هو اللي بيعمل ورك، هو نفسه مش هيحصل له حاجه، هو اكشولي احنا بنحسب هنا النيجاتيف ورك اللي هيطلع لي من الهيستريسيس دي هيبقى معناه ان انا الورك ده دان مش باي ذا فلويد، لا ده دان باي ذا ماسلز اوت سايد، يعني بنتكلم على ان الهارت ماسل نفسها هي اللي بتعمل الورك دوت، فهو عباره عن ورك بس دان من الايه؟ من الكاردياك ماسل.